بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهاردة طبعا ان انا اتشرف بوجودي في ميناء اسكندرية بصحبة معالي الوزراء، وزير التموين ووزير النقل ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وايضا مسؤولي ميناء اسكندرية، لكي نشهد معا جميعا الافراج عن الكميات هائلة من الشحنات والسلع الاساسية اللي كانت موجودة في المواني المصرية. وخليني اقول لحضراتكم ان احنا واحنا موجودين النهاردة داخل هذا الميناء، في نفس الوقت بيتم تصوير ايضا الافراج والخروج عن العديد من السلع والشحنات من اكتر من ميناء، او بالتحديد ثلاث مواني اخرى بالجانب الميناء اللي احنا موجودين فيه النهاردة. والحقيقة دي يمكن ضمن توجيهات فخامة الرئيس بسرعة الافراج عن السلع والشحنات والمستلزمات الانتاج الاساسية اللي تمثل النهاردة وكانت بتمثل مشكلة كبيرة وعائق في توافر السلع الغذائية والسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع، في ضوء الخطوات الكبيرة اللي قامت بها الدولة في خلال الايام الماضية. وخلينا اقول لحضراتكم، ويمكن نبدأ النهاردة بان الخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية امس كاجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي، دي خطوات كانت مهمة جدا 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.